نتحول بقى إلى شيء جميل، بعيداً بقى عن الشائعات والنفي والتكذيب وما إلى ذلك، نروح للحقيقة. الحقيقة هو أن مفيش أجمل من النجاح، ويا سلام لما يكون النجاح بتفوق، والنجاح بيجي بعد اجتهاد وتعب ومثابرة. بالأمس كان اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، وكنا مع حضراتكم على الهواء واستضفنا إحدى الطالبات المتفوقات، وكانت نسبة النجاح يعني معقولة 51.25%، وكان طبعا في اتصال من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وهنأ فيه الطلبة الأوائل المتفوقين طبعا. يعني واحد من هؤلاء الطلبة المتفوقين يعني يسعدنا أن هو يكون معنا النهاردة، لأنه مثال يحتذى به في الاجتهاد في الكفاح، مش بس هو وأسرته وست والدته، وربنا يا رب يديها الصحة والعافية، ووالده ربنا يا رب يكرمه. معانا الأسرة الجميلة، أسرة الأستاذ عصام محمد إبراهيم أول الثانوية الأزهرية للمكفوفين، وطبعا بنرحب بوالده الأستاذ محمد إبراهيم وبوالدته الكريمة. أهلا وسهلا، أهلا بحضراتكم، وألف مليون مبروك لعصام. ألف مبروك يا عصام، وألف مبروك لوالدك ولوالدتك، وخليني يعني أستأذنهم أبدأ بس معاك وأخذ انطباعاتك. يعني أنت أول الثانوية الأزهرية للمكفوفين، أرجوك قول لي يعني تحقيقك للمركز الأول وهذا التفوق بيمثل ليك إيه يا عصام؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. يا رب صلي على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طبعا لا، ده بيمثل لي حاجات كتير جميلة، وبيمثل لي دوافع كبيرة معنوية بإذن الله طبعا لما هو قادم. الحمد لله طبعا على كل حال، والحمد لله والشكر لله تعالى انه ربنا ما خذلنيش وحقق لي هدفي وكلل تعبي وتعب والدتي وتعب والدي وتعب اسرتي بل واهل القريه كلهم، وفضيله الشيخ ابراهيم الخشن والشيوخ والمدرسين. فالحمد لله على كل حال، ربنا النهارده ومن ساعه مكالمه فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر، يعني ربنا بيقول لي لا تعبك اهوت وتجدعن، وان شاء الله باذن الله القادم افضل باذن الله. باذن الله، يعني ما شاء الله عليك طبعا. يعني اولا ربنا يحفظك ويحميك، ولكن قول لي اللي دار في المحادثه ما بين فضيله الامام وهو بيهنئك بالتفوق. هو بدايه طبعا انا فوجئت مفاجاه يعني غير طبيعيه، لاني انا ما كنتش متوقع ان النتيجه تظهر في الوقت اللي فضيله الامام كلمني فيه. انا كان توقعي هي في نصف الاسبوع او في الاسبوع القادم. فانا تلقيت يعني مكالمه من رقم مش مسجل، فقالوا لي احنا مكتب شيخ الازهر. قبل ما اكلم فضيله الامام، مجرد ما قالوا لي احنا مكتب شيخ الازهر، طبعا انا يعني بكيت بكاء شديد جدا، واتصدمت طبعا من الفرحه، لاني حسيت ان الدنيا كلها اتغيرت. كل الهموم اللي انا كنت شايلها والاهلي كلهم كانوا شايلينها، كل حاجه راحت بقى. حسيت ان خلاص الدنيا هتتغير، كل حاجه حلوه هتجيلك ان شاء الله باذن الله. فلما فضيله الامام قالوا لي اتفضل فضيله الامام معاك، فطبعا يعني انا ما ادريتش بنفسي، اكيد ما ادريتش بنفسي طبعا، لان فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر طبعا شرف كبير جدا 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 لاي حد، وقدوه لينا بل وقدوه للعالم الاسلامي كله. فهو كلمني فضيلته ويعني هناني وهنى والدتي ووالدي، وقال لي الف مليون مبروك، احنا بنفخر بيك كمنظومه انك حققت الاول على الجمهوريه. وفضيله الامام كان حديثه ممتع جدا ومحفز بشكل كبير جدا ما شاء الله، وربنا يبارك لنا فيه يا رب ويعطيه دوام الصحه والعافيه ويحفظه. والحمد لله كلم والدتي ووالدي وفرحهم وفرح قلبهم وفرح قلوب اي حد عرف الشيخ عصام ودعمه، الحمد لله طبعا بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. ما شاء الله عليك يا شيخ عصام، ما شاء الله عليك، يعني شيء مشرف
شيء مشرف لينا جميعا وشيء مشرف لمؤسسة الأزهر وللتعليم الأزهري ان يكون فيه يعني نموذج مشرف للشباب زيك. طب اسمح لي انتقل لوالدتك الكريمة الحاجة إيمان واعرف مشاعرها. الحمد لله. وانا عارف انك تعبتي اكيد اكيد يا ست إيمان، واعتقد ان مكالمة شيخ الأزهر كان فيها لله. شكر ليكي لله. على دورك، اتفضلي. الف مبروك اولا. الحمد لله، الف حمد وشكر يا ربنا، حمدت ربنا ان حسيت ان ربنا رضى عني، ان هو ربنا كافئني على قد ما انا تعبت على قد ما ربنا اداني برضه، فالحمد لله. احكي لنا، الحمد لله بحمد ربنا كتير. احكي لنا رحلتك. اتمنى الفرحه دي وبالي الجميع ما يا رب. احكي لنا رحلتك مع الشيخ عصام. يا رحله شاقه شويه من يوم عصام ما اتولد بصراحه، فبلاش من لا احكي لي فتره الثانويه. يعني رحله صعبه شويه يعني اكيد طفل كفيف الثانويه. بس احكي لي الثانويه. على الاقل مش عايز يعني اتعب. عصام يعني. ما شاء الله كنا بنروح الدروس عادي، وكان بيسجل على التليفون ويجي ينقل على الكمبيوتر، ومذاكرته كانت مع نفسه. لكن هو جاب بقى في الاخر مراجعات كده كتب اللي هي البوكليت، فبقى احنا نقول السؤال ويعني هو يجاب واحنا نكتب، سواء اني او اي حد يعني فاضي. فالحمد لله وقفنا جنبه. كنت بتذاكري معاه؟ وربنا اداله على قد ما تعب برضه. كنت بتذاكري مع عصام مش كده؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. كنت توقع ان عصام ما شاء الله يبقى الاول ثانويه مكفوفين؟ انا بصراحه لانه هو كان في معهد تخصص للقراءات، فكان متعوده ان هو بيطلع من الاوائل بصراحه. ما شاء الله. دي كانت لها رهبه شويه، فانا كنت خايفه افرح، فالحمد لله ربنا فرحنا. يا رب يفرح قلبكم. كنت شاطي احطها في دماغي قوي عشان ايه ما تعبش، فالحمد لله. لا الحمد لله. اللهم امين. طبعا يستاهل كل خير. هو تعبني يعني، فالحمد لله ربنا ادان. تعبك في المذاكره كمان؟ واضح انه تعبك في المذاكره. لا واضح كده يا حاجه ايمان، صح؟ كانش بيذاكر كويس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله عليه. ربنا يحفظه. ما شاء الله عليه، ما شاء الله، ربنا طيب. يحفظه. يا رب. اللهم امين، اللهم امين. طب اروح للحاج محمد ابراهيم، والد الشاب الجميل عصام. يا حاج محمد الف مليون مبروك، وربنا يبارك لك طبعا في الشيخ عصام. ولي اولا مشاعرك وانت بتشوف ابنك يعني قام وقيمه كبيره، شيخ الازهر بنفسه بيهنئك على تفوقه، ومصر كلها بتهنيك بقى. الحمد لله والشكر لله. هي مكالمه شيخ الازهر بصراحه احنا كنا مهيئين الحمد لله ليه. الحمد لله والشكر لله كنا مهيئين بقدر كبير جدا. كنت حاسس يعني يا استاذ محمد؟ ويومها هو كلم. نعم والله كنا حاسين قبليه ما شاء الله الحمد لله. وعصام طول عمره بصراحه متفوق وشاطر ويستاهل يعني، ما كانتش بعيده قوي يعني عننا الحمد لله والشكر لله. كانت قريبه برضه الحمد لله. فكلمني فضيله الشيخ وبيقول لي مبروك. انا عارف صوته بصراحه يعني ما فوجئتش بصوته، وخصوصا ان هو كلم قبل عصام ووالدته. فكلمني الف مبروك، ومبروك على مصر، ومبروك لنا كلنا الشيخ عصام، ربنا يبارك فيه وربنا يبارك فيكم انتوا كمان، وان شاء الله بنعمل له حفله، وبس على ما نرتب كده وبنتصل عليكم، وعلى اساس له حفله هنا عندنا في مصر. ما شاء الله. يستاهل كل خير طبعا. يستاهل كل خير الشيخ عصام. طب ارجع للشيخ عصام بقى، قول لي ان شاء الله ناوي على ايه؟ وانا بتكلم اول الثانويه الازهريه مكفوفين في الطموح، انا عايز اعرف، والناس كلها متخيله او بتسال يا ترى نظره رايح على فين، يعني طموحه رايح على فين. اتفضل. طبعا بعد مشيئه الله وتوفيقه وعونه ان شاء الله كليات دراسات اسلاميه لغات. حابب اني اكون داعية اسلامية كبير باذن الله. عشان اخدم الامة الاسلامية قدر المستطاع، واحقق هدف الازهر طبعا كنخبة من العلماء طبعا اللي هم كانوا بيسعوا ان هم يخرجوها ولا يزالون طبعا. فان شاء الله باذن الله اتمنى التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وتكمل المسيرة على خير طبعا ان شاء الله.
ان شاء الله يعني كلنا بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، والقادم يكون زي ما انت عايز، زي ما والدتك الكريمه والدك الكريم كانوا بيتمنوا وبيحلموا ليك، وان شاء الله وفقا برضو لاحلامك. كل التوفيق والف مليون مبروك للشيخ عصام محمد ابراهيم واسرته طبعا كاول الثانويه الازهريه للمكفوفين. الف مليون مبروك.